السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ أول مراجعة معانا النهاردة، مراجعة النحو. طيب هنشوف وإحنا بنحل القطع، هنوضح في أي قطعة من القطع اللي هنحلها إزاي نستخرج، إزاي نعرب اسم الفاعل ده، هنجيبه إزاي، اسم المفعول إزاي. أول حاجة ده البوكلت اللي هو موجود معانا أو موجود على الـ LMS اللي إحنا هنبدأ بيها، صفحة النحو. تمام. طيب تعالوا نشوف أول قطعة معايا هنحلها ازاي. اول قطعه عندي قطعه 2002. انا عايزك تركز في الاعراب علشان تعرف ازاي تعرف في الامتحان. اي اعراب لو فهمناه مره واتنين خلاص هنعرف نعربه في الامتحان. اول حاجه اكدت الاديان الدعوه كل التاكيد. هنا لو بصينا عليها هنلاقي ان ده كده نائب مفعول مطلق منصوب وعلامه نصبه ليه الفتحه، لان هي مش اكدت تاكيدا، كل تأكيد أكد كل إيه؟ تأكيد. طيب لم يخرج عن هذه الدعوة إلا فئات. مين الذي لم يخرج؟ فئات، يعني فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب نبص بقى على كلمة مسارات. اتخذت مسارات، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. ليه؟ ليه؟ علشان ده جمع مؤنث، جمع المؤنث هيتنصب به وعلامة نصبه ليه؟ الكسرة. لو بصينا بقى على كلمة الأحرار، هي بدل، يبقى بدل مرفوع وعلامة رفعه ليه؟ الضمة، أولئك الأحرار. طيب بص بقى يا شباب، أهم حاجة عندي في جزئية الاستخراجات، افهم هنستخرج ازاي. دلوقتي بيقول لي استخرج اسم مفعول عاملا وعارب معموله. اسم مفعول احنا اتفقنا ان هو بيكون على وزن ايه؟ مفعول، أو ميم مضمومة مفتوح ما قبل الآخر. لو رجعنا للمراجعة هنلاقي الكلام ده موجود. يعني اسم مفعول طبعا بيكون على وزن مفعول أو ميم مضمومة مفتوح ما قبل الإيه؟ الآخر. طيب نبص مع بعض كده في السطر ده أهو. مشروع نهجه، أدي كلمة مشروع على وزن مفعول. تمام، اسم مفعول. طيب اللي بعديها دي الكلمة دي اللي هي معموله، اللي هي بيجي بعد اسم المفعول أو بعد اسم الفاعل أو صيغ المبالغة، تتعرب إيه يا شباب؟ هتتعرب طبعا نائب فاعل، لأن إحنا قلنا أدام اسم المفعول عامل اللي بعديه هيتعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ليه؟ الضمة. طيب نبص بقى على المصدر المؤول. المصدر مؤول وازاي نحوله لصريح. مصدر مؤول يا شباب قلت بيجي ان زائد الفعل المضارع او ما زائد الماضي. لو بصينا في السطر الثالث ان يرفعوا، اهو ان زائد الفعل الايه؟ المضارع. حلو اهو، يبقى هنا دلوقتي ان يرفعوا ان والفعل المضارع، اتفقنا ان ده كده هيبقى مصدرا، مصدر مؤول. طيب نعت جمله، نعت الجمله لازم المنعوت بيكون نكره. نعت جمله، جمله تقع نعتا لازم المنعوت يكون نكره بعديها فعل او اسمين فيهم اللي هو الرابط اللي هو الضمير والكلام ده كله. زي ما لو رجعنا من الزمن هنلاقي الكلام ده موجود. طيب بص كده، لو بصينا هنبص على النكرات، الكلمات اللي هي نكرة علشان نعرف نحدد النعت الايه؟ الجملة. لو بصينا في السطر الثاني فئات دي نكرة ولا لأ؟ تمام. مالها؟ ضل مسعاها، ضل مسعاها، أهو وصفتها في جملة فعلية، يبقى نعت ايه؟ جملة. طيب هو في نفس القطعة دي طلب مني جملة تقع حالا واذكر الرابط، واذكر الايه؟ الرابط. طيب الحال الجملة غير النعت الجملة، بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. نبص كده على السطر اللي قبل الأخير هنلاقي الحال الجملة هو ايه؟ وهم، بص كده، وهم يفرضون.
وهم يفردون، والرابط اهو باين قدامي، وهم الرابط باين اهو زي ما هو طالبه ايه مني. طيب وهم يفردون ده حال جملة اسمية. طيب بصوا بقى يا شباب، هنا راجع اسم المفعول، هنا راجع المصادر، هنا راجع المنصوبات. بعد كده هيظهر لي سؤال رقم جيم بيقول لك اجعل كلمة القوانين مجرورة بالكسرة في جملة ومجرورة بالفتحة. لو قلت تهتم الدولة بقوانين عادلة، دي كده مجرورة بالفتحة. طيب تهتم الدولة بالقوانين العادلة، يبقى هنا دلوقتي تهتم الدولة بالقوانين العادلة مجرورة بالكسرة، إنما تهتم الدولة بقوانين عادلة طبعا هنا مجرورة بالإيه؟ بالفتحة. أدام جت نكرة في الممنوع من الصرف، احنا متفقين أدام هي نكرة يبقى مجرورة بالإيه؟ بالفتحة. طيب لو هي معرفة يبقى مجرورة بالإيه؟ بالكسرة. أول جملة اللي اتفقنا عليها مع بعض، اكشف في المعجم عن القوانين، كده بالكسرة، اكشف في المعجم عن قوانين. طيب هنا بعد كده بيقول لك اعرب الفعل تستعيده في الجملتين. أول حاجة اتحدوا، اتحدوا، خد بالك اتحدوا ايه؟ اتحدوا فا فا الفا اهي ماشي، الفاء فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. ليه؟ لأن الفاء السببية اهي، اتحدوا فتستعيدوا. طيب اتحدوا تستعيدوا، طبعا ده كده جواب طلب، جواب طلب ماله؟ مجزوم وعلامة جزم حذف حرف برضو ايه؟ النون. بس الفرق ان دي فاء سببية، ده منصوب وده مجزوم لان هو وقع جواب طلب. اخر سؤال عندي في القطعة، اكشف في المعجم عن تتخذ، اصلها ايه؟ اخذ، اصلها ايه؟ اخذ. يعني لو جيت اكشف عنها باب الهمزة مع الخاء والذال. طيب يا شباب الجزئيات اللي انا قلت عليها بوضحها زي اسم الفاعل، اسم مفعول، مصدر، مؤول، طبعا الكلام ده كله موجود في الملزمة في بداية مراجعة القواعد النحوية، فيا ريت نراجع عليها، وأشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم. شكرا.